واش اليوم في بلادنا اي واحد يجي وتاخذ الحق بيدو؟ وديك تقولي لنا شنو درتي في وزاره الصحه؟ اول واحد بدا في تخفيض الادويه هو عبدو ربي، باش نديرو دي ستاد ديال الكره اللي غيغرقوا في الماء باموال اللي هي اكثر من اموال اللي غادي نصرفوها في لقاحات اللي غتنقذ الاطفال. وغنقول لك اكثر من هذا الشيء، اولا معمر ما كانت عندي شقتين بالمبالغ اللي تيقولوها. عندك شقه؟ عندي شقه واحده. واش كيبان لك حميد شباط زعيم سياسي؟ نعم. بغيتو تعرفوا تفاصيل اكثر على الحلقه ديال ياسمينه بادو، تابعونا في البرنامج الجديد في استوديو 360. Dans notre studio Le 360, nous accueillons chaque semaine Youssef et moi des personnalités pour une interview en arabe et en français. مساء كل يوم أربعاء مع تسعود الليل على Le 360.